جدا. لو هنتكلم بقى من البدايه لو تسمحي لي، يعني عددهم في مصر اعتقد دلوقتي يعني بقى ازيد من 10 مليون اعتقد، وزي ما بنتكلم هم يعني عدد لا يستهل به، ما اقدرش اقول حتى ان هم فئه، هم يعني جزء هم من هذا المجتمع. صح. كبير جدا، وفي نفس الوقت في منهم ابطال وفي منهم اصحاب مهن محترمه و الى اخره، بالاضافه زي ما حضرتك قلتي يعني دستور 2014 اللي اعطى حقوق غير مسبوقه بصراحه ليهم، مكنهم اكتر في المجتمع ودمجهم اكتر في المجتمع. بس لسه فاضل بقى، وقلنا انا وكريم النقطه دي، النظره المجتمعيه والوعي والثقافه في الشارع. صح. هما دلوقتي العدد وصل ل 15% تقريبا من تعداد السكان، بالاضافه ان القانون فيه انواع اخرى من الاعاقات او بيدرج حاجات معينه ما كانتش موجوده قبل كده، زي مثلا امراض الدم، بعض انواع امراض الدم وبعض الامراض النفسيه بقت تدرج تبع الاعاقات، فده طبعا مزود النسبه. دي اول مره اسمعها المعلومه دي. يعني في العموم بعض الامراض النفسيه لاي شخص. أيوة. ممكن ان هي تندرج تحت الاعاقات. اي انسان ممكن في وقت من الاوقات او في لحظه يجي له حاجه تعيقه عن اداء المهام الحياتيه العاديه فهو يعتبر شخص معاق. على فكره لو احنا عندنا في الجامعه، انا لسه هتكلم عن الشغل اللي انا ماسكاه اصلا، بس في الجامعه مثلا لو الطالب وقع ورجليه اتكسرت او حصل اي كسر فهو او ايديه مثلا، فهو مثلا في الامتحانات مش هيدخل يكتب زي الطالب العادي، هو محتاج ادوات مساعده، فبنعتبرها اعاقات مؤقته. ففي اعاقات مؤقته، في امراض دم، في اولاد ممكن يحتاجوا وقت اطول في اللجان، في اولاد ممكن يغمى عليها فجاه، فكل ده لازم يتحط في الحسبان، يبقى شكل مسستم، يعني نبقى في سيستم ان الولاد دولت او الناس دي محتاجه بعض الحاجات المساعده في اوقات معينه. كويس قوي.